ما نركزش فقط ان الاصلاح مش ماشي في الاعلام فعلا. واحنا لاحظنا في الاعلام ان الحكومه الاولويات بتاعها ليست الاصلاح، الاولويات بتاعها هي تتمسك بالتحكم في المنظومه الاعلاميه، وهذا حسيناه من خلال التعيينات والتسميات ومن خلال عدم التجاوب مع كل المقترحات اللي قدمتها الهيئه والهيئات الاخرى لاصلاح الاعلام. لكن المشكل قاضي كانوا يعدوا معنا في الهيئه نجم تشهد بذلك ان حتى في القضاء الاصلاح ما فماش المنظومه، ليس اليوم ما فماش ليه، ما فماش اجنده، ما فماش اولويه. الاصلاح ليس اولويه بالنسبه للقضاء، بالنسبه للاداره وزير الاصلاح الاداري قدم استقالته، قال ما خدش الاليات لتفعيل الاصلاحات اللي هو كان يحرجها ويعملها. الاصلاح في ايضا العداله الانتقاليه ما قدمتش، ولا دو فير دو يعني دي سيمينير ورا سيمينير، وسي سمير ديلو يعطي في التصريحات وهو وزير المكلف بهذه المهمه، وما فماش حتى عمليه تقدم في هذا المجال. اذا عمليه الاصلاح مش ماشيه في كل المجالات. اذا الاعلام ماله الا ربما لان دي بيلي دو بوفوار، و جوستومون مش ماشي فيه الاصلاح. اذا هذه سياسه عامه، هذه سياسه عامه بتاع حكومه، الحكومه هذه لا تبحث عن الاصلاح، ماهيش تفكر في الاصلاح، هي اليوم تحب تتحكم في كل دواليب السلطه، السلطه في القضاء، السلطه في الاعلام، السلطه في الاداره، السلطه في الجهاز الامني ايضا. الوجوه القديمه بتاع الامن مازالت موجوده، اعداد كبير منها هم اليوم اللي يتحكموا في دواليب الامن في البلاد. اذا يلزم نربط حتى تكون عندنا صوره يعني واضحه، نربط الاعلام بكل المجالات. الاولى باش نرى خطوره الوضع، السلطه هذه عندها زوز اولويات، الاولويه اللي سميتها هي انها تتحكم في كل دواليب السلطه في كل المجالات. ثانيا الانتخابات القادمه، هي تحب تمشي للانتخابات القادمه وهي في يدها كل الاليات هذه، هذا واضح. هنا احنا عندنا حكومه تخدم لمصلحه حزب، وهذا وضع خطير جدا قاعدين نشاهده في هذا من خلال عديد المظاهر اللي قاعدين نراو فيها، من خلال التصريحات، من خلال القرارات اللي قاعدة تتخذ. يعني هناك دولة تشتغل من أجل مصلحة حزب. إذا اليوم قضية إصلاح الإعلام والإصلاح بشكل عام ما عادش قضية 12 شخص في 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 في, في هيئة بتاع إعلامي، قضية 10 ملايين تونسي اليوم، هي قضية كل اللي الثورة أعطته أحلام وأعطته ربما أمال بأن باش ندخل في في, في فعلا في في في, في, في مرحلة انتقال ديمقراطي. لأن هي قضية شعب كامل، يلزم الرأي العام اليوم يفرض على هذه الحكومة أنها ترجع لمتطلبات الثورة، ومتطلبات الثورة هي الإصلاح وليس شيء آخر. ما عملوش التوانسة الثورة باش أعطاه السلطة لحزب النهضة، ما عملوش التوانسة الثورة باش يعاون باش يعطيو نحيو السلطة من حزب مهيمن يعطيو لحزب مهيمن آخر، حتى الأمور هذه تكون واضحة. لذلك احنا مش انسحاب، هو حبينا ندقوا ناقوس الخطر، راهو هناك خطر فعلي، راهو الإصلاح مش ماشي في كل المجالات، ويلزم اليوم الشعب التونسي وكل مكوناته والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الفاعلين في الحق اذا العمومي انهم اليوم ياخذوا بجديه هذه المساله، وليس فقط مساله اصلاح الاعلام. وشكرا.